اهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج الملعب. عبد العزيز، اردت ان تضيف. بالتاكيد، اضافه الى اللي تحدثنا فيه، العمليه هذه تحتاج الى تطوير. انا قاعد اتكلم لك، مثلا انا عمده حي، عندي مجتمع الحي الموجود عندي، تكون مكافآت للي يخدمون الحي، سواء خدمات اجتماعيه، سواء خدمات ماليه، ايا كان خدمه المجتمع. تكون عندي انا كعمده حي بعض الحوافز التشجيعيه اللي تساهم فيها الانديه مشاركه المجتمع داخلها. فلذلك فعلا تحتاج الى 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 تطوير، تحتاج الى وضع اليات، تحتاج الى خلينا لكنها خطوه جيده. اعتبرها خطوه جدا جدا جميله، وتحتاج الى متابعه وتكريسها. وقد يكون فيها ايضا جانب تنظيمي اكثر من ما شاهدناه في السنوات القليله. بالتاكيد، التواصل، يعني تواصل برضو عمده الحي بالسكان المحليين اللي معه. طبعا مع تطور السكان، مع كثافه السكان، ممكن ابتعد دور عمده الحي عن السابق، فهذا من الاشياء اللي ممكن ترجع الامور الى نصابها كما كان. هذا في ما يخص مباراه الاتحاد والاهلي. في الجانبين كان الحديث متابعه بشكل يومي، سنتابع ما يخص المعسكرين. في جانب اخر، محليا كانت لجنه الانضباط قد اصدرت عدد من القرارات. هذه القرارات التي توالت في الاونه الاخيره وشهدت الكثير من الاحاديث والانتقادات، ربما اليوم نتناولها بطريقه مختلفه، حيث أنها تستنزف أحيانا أو تثقل كاهل الميزانيات الخاصة بالأندية. أكثر من مليون ريال حتى الآن بعد ما يقارب 9 جولات فقط في دوري زين للمحترفين. كيف جاءت الأمور؟ نتابع هذا التقرير. فالحقيقة أشكر الأخوان على موافقتهم على مقترح تقدمت فيه، وهو إنشاء صندوق خيري، وأطلق عليه صندوق الوفاء. يختص هذا الصندوق بمداخيل الاتحاد الغير استثمارية، مثل الغرامات أو التبرعات أو الهبات وخلافه، وذلك لمساعدة جميع منسوبي وممارسي كرة القدم من لاعبين وحكام وإداريين ومدربين ممن قدموا خدمات لوطنهم داخليا وخارجيا. لجنة الانضباط هي تلك اللجنة التي أوكل إليها تطبيق القوانين والحد من تجاوزها من خلال العقوبات التي تصدرها اللجنة. عقوبات عديدة أصدرتها لجنة الانضباط هذا الموسم عندما بدأت مبكرا منذ الجولة الثالثة. 9 جولات لعبت حتى الآن في دوري زين، وأربع في ركاء منذ انطلاقة موسم 2012-2013. تنوعت القرارات وتعددت العقوبات، وعلى طريقة مصائب قوم عند قوم فوائد. تصدر لجنة الانضباط حتى اللحظة 31 قرارا على مختلف الدرجات والفئات السنية، طالت العديد من الرياضيين والأندية. عقوبات مالية فاقت 1 مليون ريال. يبرز الاتحاد كأكثر الأندية تضررا بمبلغ 185,000. كل تلك المبالغ تذهب لصندوق الوفاء الذي أعلن عنه الأمير نواف بن فيصل لتقديم المساعدات للمحتاجين من الرياضيين. لكننا نتساءل، أين هو صندوق الوفاء؟ وأين تذهب تلك المبالغ؟ وما هي الإسهامات الملموسة من ذلك الصندوق؟ وماذا قدم من وفاء في الساحة الرياضية؟ فهد الغامدي كان قد استعرض هذه القرارات واستعرض الإجمالي الذي جاءت به ما يقارب 31 قرارا وفقا لما جاء في التقرير. علي الزهراني، أولا 1,300,000 تستنزف ميزانيات الأندية، لكن في النهاية مؤكد أنها تعني الكثير لضبط الأمور في داخل المسابقات والمنافسات المحلية. كيف تعلق؟ بين الضبط والربط، خليني استرجع يعني ما سبق اني تحدثت فيه عبر برنامج الملعب الموسم الماضي تقريبا، ومع الزميل عادل الزهراني، حول هذه المشكله، يعني هذه القضيه. يعني هناك الان نتحدث عن عقوبات متسارعه، مبالغ ماليه تستنزف خزائن الانديه. وضعت اكثر من تساؤل، سواء من خلال برنامج الملعب الموسم الماضي او من خلال زاويتي في الرياضيه، عن مصير هذه الاموال التي تدفع
عنوته من قبل الأندية وإلى أين يكون مصيرها. لكنها ليست عنوة. الكل يمكن شاهدنا في بداية التقرير حديث الأمير نواب. ليست عنوة لأن يعني أن تضعها وفقا للائحة يعني تضعها لائحة، بس أنا لما أنظر أن هذه اللائحة لا تطبق، فبالتالي يجوز لي تجيز لهذه المفردة استخدامها في سياق الحديث. طيب. أنا تحدث يمكن في بداية التقرير تحدث الأمير نواب بن فيصل عن هذا الجانب، أنه هذه الأموال التي يتم تحصيلها بطريقة الغرامات وما شابه تذهب إلى صندوق الوفاء. صندوق الوفاء هذا أيضا لا نعرف من هم اللاعبين المحتاجين والمعوزين الذين تحصلوا على مبالغ من هذا الصندوق. أنا تحدثت بضرورة أن يكون هناك شفافية في الإفصاح عن هذه المبالغ، حتى وإن كان بحسن النية تم تغييب هذه المبالغ من قبل صندوق الوفاء، إلا أن الآونة الحالية هناك متطلبات ضرورية تساؤلات جماهيرية تستهدف وجود شفافية تامة من قبل هذا الصندوق، أو على الأقل تفعيله بالطريقة الصحيحة، لأنه ممكن كلنا نؤيد هذه الفكرة. إذا كان هناك بالفعل صندوق للوفاء لدعم المحتاجين في الوسط الرياضي، فالأندية على سبيل المثال هي أندية اجتماعية وثقافية ورياضية، وديننا الحنيف أوصانا على التكافل الاجتماعي، وبالتالي كلنا نحفز ونشجع هذه الخطوة. لكن حينما تكون هناك بشكل أسبوعي غرامات مالية مبالغ فيها تصل إلى حاجز أو المليون أو تتعدى، فبالتالي إذا لم تكن هذه هناك آلية منظمة لهذه الأموال، فبالتالي سيكون الضرر كبير أولا على الأندية، وثانيا على يعني هذا الإعلان الذي تحدث فيه الأمير نواب بن فيصل الرئيس العام طيب. رئاسة الشباب، الذي طبعا لا شك أنه يسعى جاهدا لتوفير كل ما من شأنه التطوير، سواء تطوير كرة القدم أو الوقوف مع أولئك الأسماء التي خدمت الرياضة السعودية وتجد يعني نفسها في مس الحاجة لمن يدعمها. لكن اللي أنا أتساءل فيه أنه هذه الغرامات المالية طيب. لا تزال تضع أكثر من علامة استفهام. وحينما نتحدث يا رجع عن هذا الجانب ثق تماما، أنا ما أتحدث عن راتب خاص لموظف في الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو في اتحاد الكرة، أنا أتحدث عن حق عام يجب أن يكون فيه إفصاح تام حتى تكون الصورة واضحة وشفافة أمام كل الرياضيين. عبد العزيز، طبعا الموضوع هذا فعلا موضوع حساس ويدخلنا في النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم اللي تم النقاش فيه وتم مصادقته. أنا أتوقع أن هذا من ضمن الموارد للاتحاد السعودي لكرة القدم، اللي هي الأموال التي تأتي من الأندية. أنا أتساءل هل هي موجودة؟ أنا أعتقد أنه الباب الخامس من ضمن الموارد أنها التي سقطت يعني تؤخذ من الأندية تذهب إلى الصندوق هذا، حتى إلى ما يكون في اجتماع لاتحاد كرة القدم ويكون في براءة ذمة ومناقشة أمور مالية، الجمعية العمومية اللي هي صاحبة السلطة الأعلى والقرار الأهم هي اللي تناقش الأموال هذه حصلت من الأندية إلى أين ذهبت. أنا حسيت كذا أتكلم لما نتكلم في البداية نقول نبغى جمعية عمومية قوية، نبغى جمعية عمومية من أعضاء فاعلين. صحيح. للأسف حتى اللي قاعد يصير، أنا يعني قبل الاجتماعات اللي صارت الكل قاعد يبحث عن منصب، تكتلات من الآن على الانتخابات وتركوا طبيعي. أنا أقصد في البداية تركوا الأهم من مصادقة على النظام الأساسي. في لجنة أنا بتكلم لك عن مصادقة النظام الأساسي. يفترض أن الجمعية العمومية يكون لها اجتماعات قبل المصادقة هذه على البنود الموجودة فيها حتى تطلع لك نظام قوي، عشان تصير الجمعية العمومية قوية في مناقشة اتحاد الكرة الجديد المنتخب. هذا مهم. الجانب الآخر لما نتكلم عن المبالغ المهولة اللي أخذت من الأندية، أنا أدخل فيها برضو الأندية، أدخل فيها وعي لاعب، ثقافة إداري، المام بأنظمة وقوانين. نعم، هذا الوجه الآخر. هل, هل 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 هي مغيبة؟ طب هل يتم محاسبة من الداخل؟ هل في ناس أساساً يعني غير مهتمة بالأموال المهدرة للنادي هذا بسبب نظام، بسبب إداري لا ليس ملم بالأنظمة والتعليمات؟ الشيء المهم جداً، أنا حقيقة يعني بالثورة المعلوماتية أنا قاعد أتفرج على مثلاً أو طالع التصاريح أخي المتحدث العام أحمد المصيبيح الله يمسيه بالخير في تقريبا في احدى الصحف في الساعه 10 يقول ان متى اليوم؟ لا في 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 شوال، في شوال نتكلم عربي ميلادي تمام. قلت لي حسب تقول الساعه 10 تبع الهجري. لا 19 19 لا لا طيب. يقول ان رابطه المحترفين اقرت
خلينا نتكلم عن الحدث اللي قاعد يصير الان في الشماغ الان، انها قررت عدم دخول الزي الرسمي لجميع الاداريين باستثناء رئيس النادي. هذا انت تتكلم عن القرارات. انا اتكلم انا اقصد الان قرار من رابطة المحترفين، هل اقرت كمخالفه من من من, من الانضباط او لا؟ انت لما تتكلم بس تعيد مره اخرى صياغه بالضبط عشان اقول لك التصريح يكون هو كامل. هو التصريح اللي نعرفه انه قال انه ما في احد الا بزي رياضي يدخل الملعب. لا هو قال بالضبط خلينا نقول، وبين الاستاذ احمد المصيبيح المتحدث الرسمي للرابطه سنكتفي بتوجيه انذار اللي هو المين طالب ان يكون منزل اراده الملعب بلبس الزي الرياضي الكامل. وقال بعض الانديه تجاوبت، خلينا نقول جميع الاجهزه الاداريه باستثناء رئيس النادي اللي هو يقول منعت رابطه الدوري المحترفين واتحاد كره القدم دخول اي اداري مرافق من الفرق الملعب وهو يرتدي الشماغ والعقال باستثناء رؤساء الانديه، حيث باستثناء رؤساء الانديه. يعني هذا الاستثناء، لان العقوبات خلينا نقول حصلت على رؤساء الانديه ويستثنيهم. في البدايه سنكتفي بتوجيه انذار وبعد ذلك غرامات ماليه. احنا نتحدث عن رئيس نادي موجود اسمه ضمن الطاقم، تتكلم عن الامير فيصل بن تركي. نعم ضمن الطاقم. نتحدث عن رئيس نادي مستثنى بالتصريح هذا، مستثنى بالتصريح هذا انه مستثنى بلبس الزي الرسمي. طيب الاضافه الى ذلك انا شفت بعض التصاريح اللي هم من ضمنه الاستاذ طارق خيال كان يرفض، قال هذا اشياء شكليه وتحدث فيها عن الاوروبيين واعتزازهم بالزي الرسمي والكلام هذا. فانا قاعد اقول يعني انت رابطه المحترفين اعضاء او خلينا نقول الاعضاء المتدينين من الانديه، القرارات هذه اللي جالسه تصدر وتصدر بدون ما يؤخذ راي احد، وبعدين تاخذها خلينا نقول دام فيها غرامات ماليه لجنه الانضباط توضع للانديه بقرارات غير قابله للاستئناف، هذه تحتاج الى مناقشه. وعلى فكره هذا التفاوت تقصد؟ نعم على فكره الاشياء اللي قاعده تصير طبعا حراك هو حراك طبيعي، ولكني ارجع واقول احنا مهم جدا عندنا النظام الاساسي، الموارد الموجوده، التقرير اللي حصل فيها اللي هو صندوق الوفاء، الاموال اللي دخلت الى اين ذهبت ولا وفي اي مكان صرفت، الجمعيه العموميه هل هي فعلا قادره على مناقشه الاشياء هذه والامور الماليه لاتحاد كره القدم، هل هي مضمنه موجوده او لا؟ هل الجمعيه العموميه هو سؤال اهم؟ يعني احنا بانتخاباتنا افرزنا اشخاص بثقافه عاليه بالمام قانوني يستطيعون مناقشه الاشياء هذه، او انها نرجع الى خلينا نقول مجرد تربيطات ومناصب. ما هذا قد يكون حكم مسبق لو قلنا ان نعيد نفس انا اقول انها تساؤل. طيب تساؤل يفترض انه يطرح، يبقى مطروحا لن يحكم عليها الان او لن يجاب عليها يطرح الآن. يطرح في كل حوار اعلامي حقيقي. طيب فقط